الراديو 90 90 هواها مصر. الضحك لو سابك واختفى بيرجع مع فاطمة مصطفى. الضحك مع ضيوفنا ده بالشفا وهتنهار. الراديو بيضحك على الراديو 90 90. بمسي مرة تانية على كل الناس الحلوة اللي بتسمعنا على الراديو 90 90. في الراديو بيضحك واحنا لسه معاكم لحد الساعة 11. والحلقة النهاردة مختلفة عن كل أسبوع. الحلقة النهاردة مخصوصة لنجوم السوشيال ميديا، الناس اللي مؤثرة في حياتنا كلنا، موبايلاتنا على طول في ايدينا، على طول متابعين فيديوهاتهم والكوميكس بتاعتهم والحاجات اللي بينزلوها، وهي مصدر الضحك بتاعنا اليومي. هيكون منورنا الساعة دي واحد أنا شايفاه إن هو يعني مش محتاج يعمل مجهود، مش محتاج يصطنع، مش محتاج يعمل حاجة، ومحتاج بس إن هو يطلع يقول لنا إيه اللي يعني إيه ده، هو بس يطلع يعترض على حاجة يموتنا من الضحك وبس. هيكون منورنا في الاستوديو أيمن مصطفى. تقدروا تبعتوا له على رقم الـ SMS 199 والتليفون 2-18-10-866 والفان بيج بتاعتنا الراديو 90 90. نسمع الهضبة ونرجع على طول. الراديو بيتحمل تحتنا وستة مسمع هنا وهنا، خد عندك في السنة وأحلى صار. الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى. ورجعنا لكم تاني في الراديو بيضحك على الراديو 90 90، ولسه النهاردة بنتكلم عن نجوم السوشيال ميديا. ومنورني دلوقتي في الاستوديو أيمن مصطفى. منورني يا أيمن. نورك، ربنا يخليك. أخبارك إيه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ زي الفل. طيب بما أننا الراديو بيضحك زي ما عملت بقى معاك وزي ما عمل معاك أي دوب بيجي لازم نبدأ بأسئلة الضحك. تمام. في موقف حصل لك قريب كده ضحكك معلق معاك عايز تحكي لنا؟ حاجة مع الفانز، حاجة في الشارع؟ هو أنا يعني بصراحة أنا من ساعة ما رجعت مصر وأنا عمال أضحك، يعني طول ما أنا ماشي في الشارع بضحك من مواقف بشوفها من الشعب، من الناس طبعا، غير الناس اللي احنا بنسف عليهم يعني على السوشيال ميديا. على السوشيال ميديا يعني بنقعد نضحك، دول أكتر ناس بتضحكني بصراحة، يعني بيبقوا ناس المفروض إن هم صفة المجتمع مثقفين وبتاع، فبشوف حاجات غريبة فبقعد أضحك طول الوقت. بس حلو الواحد اللي بيبقى دمه خفيف ده بتلاقيه كل حاجه حواليه شايفها، يعني بياخد منها الحلو بضحك. بالظبط. طب عايزين نعرف قصه العوده للوطن، دايما تقولها في وسط الفيديوهات، انا عايز افهم باختصار كده. انا كنت عملت فيديو، انا كنت عايش في الكويت. حلو. وكان في واقعه كده حصلت ان في حد مصري اتضرب هناك. فانا ما عجبنيش الوضع، الموضوع ده خد يعني انتشر على الميديا قوي. طبعا. فطلعت عملت فيديو قلت لا احنا ما نقللش من نفسنا، واحنا اللي جبنا ده لنفسنا، وما تخليش حد يمديده عليك، اللي يمديده عليك اقطعها له. حلو. ما عجبهمش كلام. فحصلت مشكله بسيطه كده، قمت ساب لهم البلد وماشي بقى. انا كده كده من زمان اصلا عايز ارجع مصر يعني. فخدتها حجه كده قلت يلا سلام عليكم بس. حل. ورجعت. هي دي بدايتك في السوشيال ميديا ولا انت قبلها كنت بتعمل فيديوز وانت لا 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 دي لا 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 انا كنت بعمل فيديوز قبل كده بكتير، ده الكلام ده قريب على فكره. ما هو انا قلت انا انت عشان كده لخبطتني. الموضوع الحادثه بتاعت الكويت دي كانت قريب من شهرين. لكن انا بقالي بالظبط دلوقتي سنتين ونص. ما شاء الله. لو مش عايزين بقى ايه نحسب. طب الناس عايزين يعرفوا عنك اكتر يا ايمن، يعني احكي لنا انت بتشتغل، دراستك كانت ايه كده يعني. انا اصلا كنت مريض بره وعايش حياتي كلها بره، جيت هنا الجامعه. كنت في اداب عين شمس. حلو. كليه الكعب العالي زي ما بيقولوا عليها. خلصت اداب عين شمس، رجعت كنت بشتغل في وزاره الداخليه في الكويت. وقعدت فتره اصور، انا بحب التصوير جدا، وعملت اسم الحمد لله كويس في التصوير. وبعد كده دخلت مؤخرا في موضوع الميديا لحد ما حصل رجعت مصر. بفتح بيزنس صغير كده على قدي بقى دلوقتي، ما جنب الميديا بقى. حلو كلام. بس طيب دايما الرحله بتاعت السوشيال ميديا بيبقى ليها بدايه، اول فيديو كده قررت ان انت تعمله كان ايه والموضوع جه ازاي؟ اول فيديو ليا كنت بتريق على واحد صاحبي لبناني. حلو. انت عارف اللبنانيين دايما بتحس انهم مسمسمين كده وعينهم زرقاء وشعرهم اصفر وبتاع. لو مش زينا لا خالص، تحس ان انا جايين من كوكب مش الراجل المصري الاصيل. فكنت بلاحظ ان البنات بتعاملني معامله غير ما بتعاملوا، يعني بتيجي بنت تعاملني في خروجه معامله، بتروح عنده البنت بتقلب رقيقه وصوتها بينعم معايا انا ايمن في ارعف وشها فبقفلها خالص. فقمت عامل فيديو على الموضوع ده، قلت ليه كده يعني ليه يا جماعه ليه كده يعني. الظلم ده. فلقيته انتشر، لقيت الفيديو راح انتشر عجب الناس. قمت عامل واحد تاني عن براند كافيه معين، ده كان انتشر جدا بقى، مش عايز اقول اسمه. انا فاكره الفيديو ده. مش هنقول. فده ضرب بقى، فكانت هنا البدايه، لقيت ان لا في ناس يعني عجبها الموضوع، في قبول من الناس طبعا. فابتديت بقى اوجه نفسي لحاجات موجوده في حياتنا اليوميه، مشاكل بتواجهنا في المجتمع، حاجات بتظهر لنا، فقلت استفاد بقى من الناس دي، ممكن اوعي الناس في حاجات بتحصل في حياتنا. بس بقيت بقى عن حاجات معينه، طبعا في حاجات معينه احنا بنبعد عنها في الميديا خالص. زي المربع النار زي ما بيقولوا كده، اللي هو الجنس، الكوره، الدين، السياسه.
حلو الكلام. ما ينفعش تخشي جوه، هتخشي جوه المربع ده الناس هتقلب وناس هتتبسط وناس هتزعل. بالظبط. مستحيل يعني ترضي كل الاطراف، واحنا ما عندناش ثقافه يعني، احنا كمجتمعات عربيه ما عندناش ثقافه ان احنا نتكلم في سياسه ونختلف ولا لا ما عندناش احترام الراي والراي الاخر، ده ما فيش خالص يعني، نخش نلطش في بعض ونقول اراء مش موضوعيه يا اما من الكلام. بالظبط، هو تلطيش. طيب فكره ان الفيديوهات كلها تبقى في العربيه، والله هي جت بالصدفه بعد كده، لقيتها بقت يعني بقت زي ثيمة عندي كده. انت بترتاح نفسيا في العربيه بتسجل الوحي؟ بحس ان الوحي بينزل يعني. اغلبيه او كلها تقريبا، ليه؟ اصل انا بصور وقت اللي ببقى فاضي فيه، فالوقت اللي ببقى فاضي فيه ببقى رايح مشوار، رايح الشغل الصبح، راجع من حته، فبلاقي نفسي بالي رايق كده وتمام، بفتح الكاميرا غير كده، فالنضاره والعربيه دول الاثنين خلاص بقى بقوا ملازمني يعني. يعني انا عايز اقول لك ان يعني في ناس كتير لما تشوفني من غير نظاره ما تعرفنيش. اول ما البس النظاره واقفين يبصوا لي كده، انت ايمن؟ ما هو انا ايمن بس النظاره. حتى الصور كل حاجه انت معتمد عليها كده. بالظبط. طب انت من النوع اللي بتقعد بقى تكتب وتحضر الحاجه اللي انت هتطلع بيها، ولا هي بتيجي كده؟ انا اتفرجت مثلا حاجه ضايقتني امبارح فقال انا هصور دلوقتي. لا خالص يعني، احب اقول لك انا لسه منزل فيديو من شويه عن مذيع معين كده من غير ذكر اسماء، انا لسه شايفه يعني، شفته بعدها بنص ساعه قمت منزل فيديو يعني من غير ما احضر اي حاجه. وعامل شغل حلو. لا بس احنا نقول الاسماء، لا ده انا شرير. طب الناس دايما بتبعت تسال انت ازاي بتبقى مركز وانت سايق وبتتكلم بتلقائيه؟ بصي، هو دايما انت لما دايما انت على طبيعتك وبتطلعي اللي في قلبك بيوصل للناس بسرعه. موضوع ان انا ببقى سايق ببقى مركز يعني، ببقى شايف بتكلم من قلبي، فمش محتاجه التركيز اللي انتوا متخيلينه يعني. انا ما ببقاش بصك على الكاميرا على فكره خالص اصلا. النظاره مداريه يعني عيني، بس انا ما ببقاش بص، اكني واحد جنبي قاعد وعمال ادردش معاه وانا ماشي وبصص للطريق زي ما احنا بنقعد ما بطلش رغي. بالظبط. فهو الموضوع بيبقى كده يعني. طيب قبل ما نطلع فاصل عايز اسالك كده شويه اسئله احنا عديناها. مين النجم الكوميدي اللي انت بتحب تتفرج عليه وبيموتك من الضحك؟ كان مشرفنا من شويه برضه في الاستوديو كيو، محمد كيو. لا ده على السوشيال ميديا. غير تكلمي على النجم عامه. وكنت هسالك طبعا على السوشيال ميديا. كيو مين تاني؟ خلينا في الميديا ولا خلينا في السوشيال؟ خلينا الاول في السوشيال ميديا. الميديا كيو بحبه جدا، بحترمه. عمرو راضي بحبه جدا، وصديق شخصي يعني. بيضحكني بصراحه. عمرو راضي بيضحكني. في شاب عايش بره في كندا تقريبا او اسمه البنا، مصطفى البنا. مصطفى البنا كارثه هولندا. في هولندا. ده بيموتني بقى. ده تلقائي جدا ودمه يعني مش خفيف بقى يعني، لا ده فظيع. قنبله. دول اللي انا متابعه. طيب ومن بالنسبه بقى للممثلين نجوم الكوميديا، انا شايف يعني زمان ولا دلوقتي يعني اللي يعجبك المفضل بالنسبه لك اللي انت بتحب تتفرج عليه دايما؟ المفضل بالنسبه لي احمد حلمي. احمد حلمي بالنسبه لي في حته تانية خالص كده. نفترض ان انت قاعد لوحدك في البيت وقررت ان انت هتجيب فيلم المفضل بتاعك اللي بيموتك من الضحك هتقعد تتفرج عليه، يكون فيلم ايه؟ عسل اسود. عسل اسود. انت احمد حلمي عامل معاك شغل جامد جدا. انت فيديوهاتك بتمنتجها ولا لا؟ ولا الفيديو بتاخد تيك واحده وبتحط بس الانسرتس بتاعتك؟ لا في 90% من فيديوهاتي مش منتجه. وساعات لو منتجت ال 10% دول بمنتج عشان حصل حاجه، موبايل وقع، حاجه كده يعني خارج عن ارادتك. غير كده لا ما بعملش مونتاج يعني. حلو الكلام ده. طب هستأذنك نطلع فصل ونرجع تاني. تقدروا تبعتوا لنا على رقم الاس ام اس 199 والتليفون 2-18-10-866 والفان بيج بتاعتنا الراديو 9090. الراديو بيتحط تحتنا وست مسمعينا وهنا، خد عندك تلفزيون واحلى صار. الراديو بيضحك مع فاطمه مصطفى. تسمعكوا حته من مزيكا بس كده. رجعنا لكم تاني في راديو بيضحك على راديو 9090، ولسه منورنا واحد من نجوم السوشيال ميديا ايمن مصطفى. منورنا يا ايمن. بنورك. ربنا يخليك. ربنا يخليك. الفيديو اللي بيبقى مثلا مدته 3 4 دقايق ده بياخد منك تصوير قد ايه؟ من بدايته لنهايته لحد ما بيطلع لنا كده على السوشيال ميديا الاربع خمس دقايق بس. بس حلو يا جماعه الموضوع طلع سهل اهو. طب ما شاء الله انت معدي تقريبا داخل في 800,000 فان عندك على البيج. دول بقى في قد ايه الرقم ده؟ وصلت له بعد السنتين ونص درجه ولا فجاه لقيت الرقم ده؟ لا هو انا ما كنتش اصلا في الاول ما كنتش شغال على البيج، انا كنت شغال على الاكونت. انت بقى قررت تنقل من سنه. ليه؟ من سنه كده لقيت ان الموضوع مفيش خصوصيه بقى يعني. الاكونت بقى مفتوح سليتي مليتي كده زي كل الناس تخش عليه بقى كله بقى، فما بقاش فيه برايفسي خالص على فين صحابي فين اهلي فين مش عارف اشوفهم من الناس. الدنيا ساحت على بعضها. فقلت لا انا اعمل بيج واخلي الاكونت برايفت اكونت ليا ولصحابي والاهلي. من سنه وشويه. من سنه بالظبط. من سنه.
ما شاء الله الله اكبر، الشباب جايبين ارقام في سنه يا اولاد قويه. طب انت بترد على الفانز بتوعك بنفسك لما بيبعتوا لك، ولا في حد مسك لك البيج؟ لا لا، انا مفيش حد غيري على البيج اصلا. ما بحبش ان انا اجيب حد على البيج. حلو. بحب البيج دي بتاعتي، يبقى انا شخصيتي، انا اللي برد بشخصيتي. طب انت بترد بقى وتبعت ويبعتوا لك وترد عليهم وكومنتس وتعمل لهم لايك على الكومنتس وترد، ولا من النوع اللي بتتفرج بس؟ لا لا خالص، انا يمكن من اكتر الناس على الميديا، لو دخلت على فيديو او حاجه هتلاقيني برد كميه ردود، ممكن ارد على 1000 كومنت 2000 كومنت. Yeah. بحب ادي الناس حقها يعني. اصل الناس اللي بتكتب دي بتكتب حبا في المحتوى اللي انا قدمته طبعا. لو تجاهلته او ما اديتوش اهميه او ما اديتوش احترامه او وجوده، فكتب مره كتب اتنين مش هيكتب التالتة. فالناس دي بتحب اللي يقدرها، اللي احنا خلينا واقعيين، احنا من غير الناس دي ما نسواش بصله. احييك ان انت فاهم قيمه طبعا من غير الفانز والفولورز، حتى لو بيعترض معايا بيتكلم باحترام وكاتب باحترام بس مختلف عن وجهه النظر، فانا من غير الناس اللي بتكتب دي انا ما اسواش بصله. هم اساس كل حاجه، الناس دي هي اساس كل حاجه، فلازم احترمها واحترم عقولها واحترم المحتوى اللي انا بقدمه لها. ده لو انا عايز اعلى، لكن انا بقى هنفض وما اديش اهميه واللي يكتب يكتب هيأثر عليك. طبعا. انت كنت متوقع انك توصل اللي انت وصلت له ده دلوقتي من السوشيال ميديا من الفيديوز؟ لا خالص خالص، لا ما كنتش متوقع كده خالص. بتعمل بلوك كتير للفولورز وكده؟ بعمل. لما بيحصل ايه؟ في قله ادب يعني. في ناس ان هي بتبقى متارجته، انا داخل اشتم، هو يعني ممكن يكون منزل فيديو مثلا مدته 5 دقايق، يبقى ما عداش عليه دقيقه ونص تلاقي حد بيشتم، ولا بيشتم هو ما سمعش. انا كنت بنزل فيديو على الصاله المره اللي فاتت، لقيت ناس كاتبه كلام قذر وانا بعمل فيديو عن الصاله. ففي ناس مريضه يعني، في ناس مش مستنيين، هم خلاص هو داخل يشتم، هو عايز يشتم. فانت لا، ما احترمتنيش وما احترمتش الناس. في بنات، في ناس عندي كبيره، في ناس محترمه كتير. هم ذنبهم ايه يشوفوا الفاظك القذره؟ لا اطلع بره. صح، بس كده. طيب في فيديو او بوست انت عملته عمل لك مشكله قبل كده جامده؟ اللي هو اللي هو بتاع بره، بتاع الكويت. ده اللي عمل مشكله هنا. في حاجه هنا عملت مثلا لحد بيغني حاجه ولقيته مكلمك وانا هرفع بقى دعوه وهعمل مش عارفه ايه؟ كلموني في مذيعه قبل كده، وفي ايوه حب عايز اعرف القضايا. قول اعترف يا ايمن. انا بحب المذيعين قوي بتاع مصر. انا قلت بالي قلبي يا لهوي. اوعى في يوم تيجي على اختك يا ايمن. لا انا الراديو ماليش دعوه بيه، انا في التلفزيون يعني. اللهم صل على النبي يعني، عليه الصلاه والسلام. عندنا شويه مذيعين يعني نقاوة، وانا ما بقدرش، انا عندي مراره واحده فانا بتفقع بسرعه. فما بقدرش، فمسكت كذا حد فيهم قبل كده. في حد ماسك صفحه بتاعت واحد فيهم او مدير اعمال مش فاكر، قال لي هقضيك. قلت له اللي تقدر تعمله اعمله، انا عارف انا بقول كويس الحمد لله، ما بقولش لفظ خالص. حلو. ما بهنش، ما بشتمش. انا كل تعليقاتي بتبقى نقد للمحتوى او للاسلوب. جميل. او للمنافق. بجيب له القديم والجديد. حلو. فعندك حاجه، مسكت حاجه عليا، اتفضل اتفضل. اتفضل بيني وبينك اي حته انت عايز تروحها، انا ما عنديش اي مشكله. وفي واحده من فتره كده قريبه انا كنت بتريق عليها، عملت لها فيديوهين مش عليها والله، انا كنت بتريق عليها بتعمله يعني، انا شايف حاجات غريبه، بتعمل حاجات غريبه وننح مش ننح. عرفتها. والله لسه هنجيب اسمها. عملت ايه معاك؟ قعدت تبعت لي كتير على الـ على الـ على الصفحه، ما قالتليش ان انا عامل مشكله بصراحه، قالت لي عاجبك اللي انت بتعمله ده. قلت لها انت عاجبك اللي انت بتعمليه ده؟ لا انت عاجبك اللي انت بتعمله ده يا ننح. عاجبك كده؟ مره ننح ومره محاميح، واحنا خلاص احنا يعني جبنا جاهز، الشعب المصري خلاص جاب جاز من كل حاجه. ارحمونا يا جاش كده اوفر. والله العظيم كده اوفر. فقلت لها يعني ما هو ما ينفعش يعني، انا ما قدرتش امسك نفسي بصراحه. انت قدمتي محتوى، انا بنتقد المحتوى بتاعك، انا ما اعرفكيش كشخص، انا بتكلم عن المحتوى نفسه بالظبط. بس مش لوحدك، احنا معاك. عملت لي علامه الاوكي دي، لما عجبهاش الكلام، انت عارف ما حد بيعجبوش الكلام ده هو اوكي. خلاص عملت فيديو تاني برضو عليها، بعتت لك. قدرت شمسك نفسي بصراحه. ما هي عملت هي الجزء التاني بتاع الرأي. ايوه. فبتجايبها برضو، فلقيتها بعتالي كتير برضو نفس الشيء، انت بتعمل انت ليه بتتريق عليا؟ قلت له والله انا ما بتريق عليك، انا بعرض بتكلم على الكونتنت. انا بعرض الفكر او المحتوى بتاعك للناس عندي، وبقوله بطريقتي، وشوف الناس اللي يعني هتوافقني ولا هتعارضني. حتى اللي بعرضني انا بسيبه عندي. في ناس كتير طبعا، الشباب بسم الله ما شاء الله. في شباب رايح في اي حته يعني، عارفه هو في شعر وفي رموش قدامه وفي لينس. لا ما تجيبش سيره البنت دي احنا. ايوه جميله. حيب. اموره مش عارف ايه، فرايحين في اي حته. فبقول لها هو في ناس بتدافع عنك يعني، بسم الله ما شاء الله حبايبي كتير، بس كلهم ولادي. فاسكتي بقى. اسكتي بالظبط. طب غير الفيديوهات اللي فرقت معاك في الاول،
في كل الفيديوز اللي انت عملتها. ايه اكتر فيديو انت حاسس ان هو جاب انجيجمنت جامد جدا مع الناس؟ هما اتنين. فيديو بتاع الحلاقة بتاع 600 جنيه دي. كنت حلقت اتنصب عليا يعني, رحت الغردقة ودخلت مكان حلقولي القرعة ب 600 جنيه ب 30 يورو. فانا كنت لسه حلقت ايه؟ والله العظيم والله العظيم حلقت القرعة دي ب 600 جنيه. ف والعلمك الفيديو ده انا ما كنتش عامله فيديو, انا فعلا دخلت كنت لايف بشتكي. كان لايف. اول ما طلعت فتحت لايف بشكي للناس بجد يعني. انا اتقلبت في 600 جنيه. ايوه بالظبط كده. فلقيت الفيديو ده عمل ضجه غريبه في مش هقول لك بقى في مصر, مغرب وتونس والسودان ولبنان وناس كتير ناس كتير اتحطت شكلها في الموقف في رمضان. بالظبط كده. وده كان فيديو. الفيديو التاني كان عن البخل, كنت عامله عن البخل. كان معايا واحده صاحبتي صديقه بتاع الفالنتاين كان معايا صديقتي, هي ممثله اصلا بالمناسبه, مارتينا, كانت معايا. فقلت عايز اعمل حاجه, لان انا يعني في كام شخصيه حواليا كده بنفس القطعيه دي. لما قلت لها والكارت ده فاضي في تشارج زياده عليه, اكسترا تشارج بالظبط, انا جبته وده فاضي بيه فلوس بالظبط كده. فالاثنين دول تقريبا كانوا اعلى اثنين عندي تقريبا يعني. اعلى رقم انت فاكره كان كام في الشير والكلام ده؟ بتاع الزلبطه خد على السوشيال ميديا, كانوا عاملين احصائيه, كان في قناه كده عامله احصائيه على الفيديو ده بالذات, كان واخد على السوشيال ميديا مجموعه على الصفحات كان معدي 80 مليون. بتاع البخل عندي انا بس على البيج دخل في خمسة تقريبا. ما شاء الله. الله اكبر. انت في ولد صغير عامل لك فيديو بعته لك. احنا معاك يا ايمن, واللي ضايقك حدوته حكايته. والله ما اعرفه. لقيته بيبعت لي والده بيقول لي انا ابني بتابعك وبيحبك وعشان انت ما بتقولش الفاظ وبتتكلم في حاجات كويسه, انا بطمن على اولادي هم بيتفرجوا عليك وبتاع. فقلت ربنا يخليك تسلم. دي حاجه يعني. هايله طبعا. طبعا جزء من جمهورك. اطفال. طبعا يعني مش سهل انك توصلي للاطفال. طبعا خالص. بيحبوا الحاجه القريبه لقلبهم بالظبط. فقال لي هو حتى بيقلدك. قلت له طب خليني وريني كده بيقلدني ازاي. فبعت لي الفيديو ده بنفس طريقتك بنفس طريقتي. قمت منزله. حلو الكلام ده. يبقى اكيد فرق معاه كده, هو اتبسط. طبعا اكيد. هقرا لك شويه رسائل جات لك. محمد رجب بيمسي عليك يا استاذ ايمن. علاء جمعه مساء الفل بيمسي عليك, وكمان بيمسي على اصدقائه محمد رجب ومحمد عطيه. هسمعك اغنيه. حاضر عينيا الاثنين. سمر مصطفى ايمن حبيبي انا بحبه جدا وبتفرج على كل فيديوهاته, سلمي لي عليه جدا يا فاطمه. بيسلم عليك. وكمان احمد محمد بنات عندنا النهارده مزدهرين في الحلقه. نورني والله. مزدهرين معايا. احمد محمد بيقول انت اسمك ايه يا فاطمه؟ مش عارف والله اسمي فاطمه يعني, بينادوني بيه في البيت احيانا فبرد, او الولاد بيقولوا لي يا ماما فما مش عارفه بس يعني. انا شخصيا بدات انسى اسمي. نبيل ما شاء الله. ما شاء الله. شفت والله يا شقيانه. احمد اسماعيل ايمن مصطفى بجد انت نجم متميز, انا متابع معظم فيديوهاتك. تحيه ليك واجمل مساء عليك. ربنا يخليك يا ابو حميد. هدير بتقول لك مساء الفل على احلى ناس. لوما الكينج برضو بتمسي عليك. منى محمد بتقول عايزه المستمعين يدعوا لبنات ثالثه ثانوي ازهر بالاسم. منى محمد ودعاء عبد الله واسراء وهاجر واسماء نبيل وياسمين سعد, ويا ريت بقى تذاكروا كويس عشان لو في الاخر جبتوا نتيجه وحشه بشكلكم وحش ولا يبقى شكلي وحش. ربنا يوفقهم كلهم يا رب, كله ناجح باذن الله يا رب. محمد السعداني مساء الجمال, انا دكتور مازن السعداني. بشكركم جدا, انا دايما بسمعكم والضيوف بتوعكم متميزين جدا. نروح على اسم اس. احلى حاجه في ايمن انه بيقدم الفكره بشكل كوميدي ومهذب في نفس الوقت, وناس كتيره غيره بتعمل الصوره دي بس بتبقى مسفه جدا, وشابوه على مجهودك وانا بجد معجبه باللي انت بتقدمه. شوفوا البنات عاملين شغل معانا النهارده جامد جدا. تقدروا تبعتوا لنا على رقم الاس ام اس 199 والتليفون 21 10 866, والفان بيج بتاعتنا الراديو 9090. اغنيه ونرجع لكم على طول. الضحك لو سابك واختفى بيرجع مع فاطمة مصطفى. الضحك مع ضيوفنا ده بالشفا وهتنهار. الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى. ورجعنا لكم تاني في الراديو بيضحك على الراديو 9090, ولسه منورنا واحد من نجوم السوشيال ميديا ايمن مصطفى. والله العظيم منور. ربنا يكرمك يا رب. عايز اسالك بقى سؤال الناس كلها بعتيه. انت ناوي تفضل فيديوز على السوشيال ميديا ولا بدا يتعرض عليك بقى برامج وتمثيل وحاجات من كده وهنشوفك في حاجه قريب تفرحنا؟ لا 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 مش سكتي خالص. لا برامج ولا تمثيل. انا مش ممثل. انا طلعت على الميديا وعايز افضل على الميديا, ويوم ما اختفي هختفي من على الميديا. انا حابب الناس بتوع الميديا, لان اللي على الميديا هو ده الشعب المصري. حلو.
لكن اللي في البرامج وفي الكلام ده ده وسط تاني انا مش حابه بصراحة عشان ابقى صريح معاكي. تمام. ومش عايز ابقى وسطه، عايز ابقى مع الناس اللي عندي على الميديا، هم هو ده، هو ده الشعب المصري. حلو. اللي عايشين زي ما انا عايش بالظبط، كلنا ماسكين الموبايلز على طول بنتفرج على الفيديوز وكده، واحتكاكنا اليومي بالسوشيال ميديا. بالظبط. طيب انت من التجارب الكتير اللي شفناها على السوشيال ميديا اللي اتقلبت تلفزيون، في تجربه منهم حسيت ان هي نجحت وعملت صدى جامد؟ تجارب زي ايه؟ مش فاهم. زي مثلا احمد امين. طبعا احمد امين ما شاء الله عليه، يعني ما شاء الله. موضوع ابتدى فيديوز كانت برعايه شركه معينه وبعد كده نزلت. انت شايف ان ممكن ناس من اللي على السوشيال ميديا بيعملوا فيديوهات الموضوع يبقى بالنسبه لهم باب للتلفزيون مثلا؟ هو كل بصي عشان نبقى متفقين، السوشيال ميديا باب لاي حاجه دلوقتي. اي حد عنده اي حاجه شايف ان هو جواه، اي موهبه جواه، اي فكر جواه، اي حاجه يقدمها، بيفتح الكاميرا وبيقدمها، عجبت الناس طبعاً. ربنا بيكرمه. فالسوشيال ميديا فتحت افاق لناس كتير جدا، رسامين ومصورين، وفي مصورين ما كناش نعرف عنهم حاجه الا من السوشيال ميديا. بالظبط. ومصورين يستحقوا، فاهمه؟ في ناس بتغني، في ناس بترسم، في ناس بتقول شعر، في ناس بتعمل كوميديا، في ناس. فالسوشيال ميديا هي عباره عن بوابه لاي حاجه موجوده في الدنيا دلوقتي، احنا في عصر الميديا. وزي ما احنا في عصر الميديا احنا في عصر السرعة، بيقولوا ان الفيديوهات الطويلة ملهاش جمهور، الفيديو الصغير ده هو اللي حاجة 3 دقايق بمبنية كده دقيقتين، هي دي اكتر اللي بتنتشر مع الناس. ولا انت شايف ان كواليتي الفيديو هو اللي بيخلي الناس تقعد تسمع؟ المحتوى هو اهم حاجة في الموضوع، المحتوى. المحتوى والله لو وصل لنص ساعة بس انت بتتكلمي في حاجة صح، بتتكلمي بتلقائية وبتتكلمي من قلبك، ما بتنفقيش. فلو عملتي فيديو مدة ساعة الناس هتتابعك. انت ممكن تنزلي فيديو 30 ثانية دقيقة تافه ويكسر الدنيا عادي جدا، فاهم؟ وممكن تنزلي فيديو 10 دقايق. انا اغلبية فيديوهاتي اللي ضربت على فكرة كانت طويلة جدا. يعني انا الفيديو بتاع الحلقة ده كان 8 دقايق ولا 9 دقايق، ده كسر ال عدى خالص. ما هو الناس بتقول لك مش مستحب يعدي الاربع دقايق وبتاع. انت ما دام بتتكلمي في موضوع ما بتستزقش شادد اللي قدامك انه يسمعك، بس مش زهقان. هي في تركية كده ان هو الفيديو كل ما طول لو انت مش متمكنة قوي بيفلت منك، بقى رغي. هيبان بقى اللي قادر واللي مش قادر. مش قادره تملي 8 دقايق 7 دقايق، املي مش قادر، خليك في الحاجه اللي... فدايما اللي على قدهم شويه تحس ان هم يرموا دقيقه كده وبتاع وهو يجروا، او دقيقتين ويجروا. صح. في اي موضوع، لكن لو انت بتتكلم في موضوع بجد ودخلتي 10 دقايق 12 دقيقه انا عادي ما ببصش، المهم ان انا بتكلم، انا عايز اقول اللي جوايا. يعني انت التايم اصلا بالنسبه لك مش فاكتور بقى، بتركز فين وصلت لقد ايه، انت بتقول اللي جواك وخلاص. بالظبط خالص. انا بعمل فيديو عشان اقول اللي جوايا، بقول رايي، فما يهمنيش بقى في دقيقتين في ثلاثة. بس ساعات كنت بحاول أقلل بصراحة عشان أبقى صريح، مش عشان حاجة، عشان الناس ساعات بتقولي الباقة حلو حس بينا بالظبط، ارحمنا الباقة. ولما أعمل فيديو قصير واضغطه واتكلم بسرعة قوي، أنا عندي قدرة إن أنا أتكلم بسرعة قوي. صح. يقولي يا عم بالراحة، أنا مش فاهم أنت بتقول إيه. طب أعمل لكم إيه طيب؟ ولا بيعملوا معايا كده؟ اسكت حرام عليك. بس عدد اللايكس أو الشيري بقى قد إيه من هنا تبدا تحس ان الفيديو ده نجح؟ اقل من كده ما بتحس انه لا ده فيديو كده وخلاص؟ بالنسبه لي لو اتنين عملوا شير، انا بالنسبه لي الدنيا ناجحه. لو واحد ضحك في كومنت، انا قدرت اضحك واحد بني ادم ضحك بسببي. او كتير ناس بتبعت لي انت بتنسينا همومنا، انت انا مكتئبه، انت ضحكتني. انا بالنسبه لي كومنت واحد او شير واحد، انا كده الفيديو نجح. الناس التانية بتحسبها بالعدد الشير واللايك والفيوهات علشان الفلوس اللي بتيجي من ورا الفيديوز. انت بتبقى كاونتنج على حتة الفلوس دي ولا لا مش فارقة معاك خالص؟ انا عايز اقولك ان انا بيتعرض عليا كمية اعلانات يوميا وبفلوس كتير، وانا برفضها لان بشوف فيها استخفاف للناس. مش عارف ابلكيشنات ايه، جيمز. يعني إيه؟ انت عشان تعمل اعلان لحاجه لازم تبقى مقتنع بالبرودكت ده طبعًا. ولا رافض فكره الاعلانات؟ لا مش رافض، انا عملت كذا اعلان قبل كده. تمام. انا عملت كذا اعلان، بس الاعلان فعلا يستاهل؟ المنتج اللي انا بقدمه ده فعلا يستاهل ولا انا بقى اشتغل الناس عشان اخد فلوس؟ هنا النقطه. لكن غير كده انا ما يهمنيش لا عدد شير ولا عدد لايكس. لو حد بس قدرت اضحك حد واحد ده بالنسبه لك حاجه؟ بالنسبه لي نجاح طبعا. طبعا بالنسبه لي نجاح. الناس بتعمل معاك ايه في الشارع لما يلقوك كده سايق العربيه وبتصور فيديو؟ عمر ما حد ناديك قال لك عايز اطلع معاك في الفيديو؟ لا الحمد لله، الحمد لله ردت فعل الناس اللي بتقابلني وبتعرفني الحمد لله لحد دلوقتي ما قابلنيش حد قال لي حاجه ضايقتني خالص. فالحمد لله، يعني حاسس ان في حب ما بيني وما بين الناس. دي نعمه من عند ربنا. اكيد طبعا، اكيد طبعا، هم زي ما قلنا هم اساس اي حاجه، فما دام انت بتحترميهم هم هيحترموكي طبعا. بس فبتبقى في صدفه لطيفه. يعني انا جاي من شويه اصلا قابلت حد برضه وانا جاي في الطريق وقعد يهزر معايا وقعدنا نضحك،
بس الموضوع بيبقى لطيف يعني بيبقى حلو يعني. اسلام بعد بيقولك مساء الفل عليك وبيسلم عليك كتير. هدير بتقول ايمن اللي عمل فيديو بتاع الحلاقه افتكروه 600 جنيه. عمر علي بيقول مساء العسل ايمن انت دمك خفيف قوي حبيبي عمو. ربنا يخليك ايمن. لا خالص حاجه اير بيقول لي وقت كنت بتزعلي من كلمتي يا حاجه. عم ربنا يكتبها لي يا رب. حد طايل. محمد كيو بعد بيقول انا بحبك يا نجم. مش عارفه ده كيو كيو ولا هو كيو بتاعنا ولا لا مش عارفه مش واثقه. على العموم ما بنحبه برضه. احنا بنحبك عامه ما عندناش مشكله. حسام خالد فيديو الفرح كان جامد جدا. فيديو الفرح في كذا فيديو عن الفرح بس انا مش عارف بيتكلم عن اي واحد فيهم بالظبط. بس برضو احنا بنمسي عليه. هيما يوسف احلى مساء على احلى ناس. عصام فتحي مساء الفل عليك انت كمان. بيقول لي انا نجم السوشيال ميديا الاول ويلا ربنا يزيدك تواضع يا باشا الله العظيم. لا لا يا احمد ولا ما بتريق عليك يا جماعه. انتوا ليه فجاه محسسيني انكم ناس غرب؟ ما انا قاعده معاكم من اول السنه أربعة وخميس لما زقنا من بعض لازم اقعد انكش فيكم كده. طيب احنا نطلع فاصل ونرجع تاني. تقدروا تبعتوا لنا على الرقم الاس ام اس 9199 والتليفون 2181866 والفان بيج بتاعتنا الراديو 9090. الضحك لو سابك واختفى بيرجع مع فاطمة مصطفى. الضحك مع ضيوفنا ده بالشفا وهتنهار. الراديو بيضحك على الراديو 9090. ورجعنا لكم تاني في راديو بيضحك على الراديو 90 90. ولسه منورنا ايمن مصطفى واحد من نجوم السوشيال ميديا. منورنا والله والله بنورك. طب هنلعب لعبه اسمها لايك وديسلايك زي الفيسبوك كده. هقول لك على شويه حاجات وانت قولي انت شايف لايك ولا ديسلايك وليه. تمام. انت شايف ان الابتعاد عن اي فيديو ليه علاقه بالسياسه اريح لاي حد بيعمل فيديوهات على السوشيال ميديا؟ اللايك طبعا. خلينا في الامان ان الاراء بتبقى مختلفه بالظبط. وزي ما قلنا احنا ما عندناش فكره الراي وراي الاخر. الراي وراي الاخر بالظبط. لما حد بيسرق الفيديوهات بتاعتك وينزلها على صفحتك انت بتكتفي ان انت تدي عليه وتسكت كده ولا بتبقى ناوي تعمل حاجه؟ بيسرقها بيقلدني ولا بياخدها زي ما هي كده؟ ياخدها عشان يجيب من عنده انجيجمنت وكده. بديله على طول ريبورت للفيسبوك. والفيسبوك يعني ديسلايك طبعا. طبعا ديسلايك لان ده تعب ناس او تعب مجهود وانت ليه كده استاذن. بالظبط استاذن. ان حد من السوشيال ميديا انفلونسرز يعمل فيديو يتريق على حد زيه بيعمل فيديوهات انت معه ولا ضده؟ معه بس بشروط. ايه هي؟ الاحترام. يبقى في احترام. يبقى في ليميت للموضوع. يبقى في محتوى هو مقدمه مش هو مقدم كده عشان هو عايز يتريق عليه. لا هو ماسك فيديو معين للشخص التاني شايف من وجهة نظره ان هو اخطا في حاجه معينه فيشرح لنا. لكن مش فكره انك انت تطلع تتريق وخلاص اللي هو وفي ناس بتقول الكلام بقى الفاظ قبيحه يعني. في كام واحد كده ظهروا اليومين دول على الميديا بيقولوا الفاظ صعبه بيتريقوا على مننا في بعض يعني فبس بيستهبلوا قوي يعني الموضوع بقى مسخ. بيقولوا دلوقتي ان عدد الناس اللي بتعمل فيديوز على السوشيال ميديا بقى كتير لدرجه ان بقى لكل مواطن في واحد قاعد بيعمل فيديوهات. انت مع الموضوع ده ولا ضده؟ خليهم يعني ما مدينك في ايه؟ مش عايز تشوفهم ما تعملش فولو. وانت هتوقعهم مع فتره لو ما عملتهمش فولو. بالظبط. لكن انت تخش وتعمل له لايك وتقعد تشتم فيه يا اخي سيبه. هو حر. هو مش قاعد في بيتك. هو فاتح صفحته وبيتكلم. عجبك فكره عجبك محتواه تابعه. مش عجبك بكل احترام سلام عليكم. بس بالزبط. موضوع سهل جدا. ليه لا عادي. الناس اللي بتعمل فيديوز تبقى زي ما احنا بنقول كده بالبلدي منحوته من حد عاملها بالظبط. يعني يجيب الفيديو بتاعك وانت رد فعلك بيبقى معاهم سخافه. بتعمل حاجه؟ لا ما بعملش حاجه بس بستسخف الموضوع. ببقى يعني بشوفه شخص سخيف. في كام كده حد كده برضو يعني سخافه. تسرق مجهود غيرك ليه؟ ما عندكش كونتنت ومش عارف ما تعمل يعني. بالظبط. يعني ابدع طلع فكرك للناس. لكن انت تاخد مجهود حد تاني وتحرفه بكلمه او بكلمتين او بزاويه مبسوط ومبسوط قوي وعمال شغال وفي الغالب ما بيكملوش لان الجمهور ذكي جدا. اللي بيستغبى الناس ده بيبقى غبي يعني. اللي بيستغبى الناس ده بيبقى غبي. الناس فاهمه كويس جدا ومتابعه وعارفه كل حاجه وبتعرف تقيم مين فوق ومين تحت ومين في النص. فاذا انت فاكر انك انت هتعرف تضحك على الناس فانت بقى غبي. ما بيطولش فتره كده صغيره وبيختفي. دايما احنا نقول بالبلدي كده عندنا المصريين مثلا تعرف فلان عاشرته لا يبقى ما تعرفوش. دلوقتي بيقولوها على البيج بتاعت او صفحتك البروفايل بتاعك حتى على الفيسبوك. انت فعلا مقتنع ان البروفايل بتاع كل واحد فينا على الفيسبوك بيتكلم عننا كتير ولا محتاجين نتعرف على بعض فيس تو فيس عشان نحكم؟ اولا انا مش مع المثل ده خالص. اعرف فلان اعرفه عاشرته لا يبقى ما تعرفوش. ياما عاشرنا ناس
سنين وخدنا مقلب في الآخر. يعني النهاية كانت مأساوية جدا، وياما ناس ما نعرفهمش غير من يومين ثلاثة بيطلعوا أرجل بستين مرة من ناس عشت عمر، فهي مش مقياس حلو بالنسبة لي يعني. لا مش مقياس خالص. فأنا مش مع المثل ده. الراجل قال لنا كلام حكيم. بيقولوا ان مصر من اكتر الدول المصدرة للقلش على السوشيال ميديا، ما شاء الله فيديوهاتنا مبهدلة الدنيا. ده انت مقتنع بكده؟ جدا، احنا مصدر، ده احنا يعني منبع، مفيش غيرنا. انا دايما بقول على فكرة، انا في كومنتات بتقتلني ضحك، ومن بنات اغلبيتها، انا في بنات بيقعدوا بنزل فيديو عادي بلاقيهم كاتبين كومنت، يعني اقسم بالله بموت من الضحك. يعني بتضحكوا الناس اللي بيضحكوا. والله العظيم ما بقدرش امسك نفسي يعني. احنا كشعب فعلا فعلا، دي مش عشان مصري، لا لا، احنا منبع الضحك والهزار ده على فكره على مدار التاريخ. تمام. المصريين معروفين بخفه دمهم وتلقائيتهم دايما. طيب اخيرا كده هسالك عن شويه اسامي وعايزه منك تعليق عليهم. تمام. كان منهم طبعا اكتر بنت دلوع على راي كيو ليا مسك بقى والكلام. انت عايز تقول لي مسك ايه؟ اتلمي يعني. انا غلطانه. طب الحوت الازرق. الحوت الازرق قصة غريبة ظهرت فجأة، مش فاهمها لحد دلوقتي، مش فاهم يعني ايه حد بيموت من الشعب اتفرد. والله العظيم. والله العظيم. بس انا عملت فيديو عليه وكلمت ان هو اساس التربية. لازم نركز في تركيز وفي تربية، وفي يعني اهل موجودين في البيت بتمعيد ولادهم، ولا الحوت الازرق ولا الفيل الاخضر، يعني ما فيش تربية. كل سنة طيب. كابتن مجدي عبد الغني، بمناسبة ان احنا داخلين على كاس العالم كده وعايزينه يبقى صف النية. لا هو يعني يا ريت يصف النية، يا ريت صف النية يا كابتن مجدي، عشان كده هنولع كلنا باذن الله. الكراش القديم. يلا بقى يلا يا ايمن. لا والله انا دايما زي ما بقول، انا كنت عامل لها فيديو من يومين. بقول لها يعني ما احبش انا انزم في حد ولا ده على حد، انا بتمنى الخير لاي حد، ربنا يوفقك ومطرح ما غورتي سنتين. خبر ابيض، انا غلطانه. طيب في شويه رسائل جايه، شفت لخبطتني، رسائل جايه لك عايز اقرا لك بسرعه. اسلام نومه بيقول ايوه ايوه ايوه، الراجل ده محترم جدا 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 حبيبي اسلام. خالد محمود، ايمن مصطفى من احسن الفيديوهات اللي انا حبيتها، فيديو الفرح بتاع الفراعنه وحبيبي يا درش حبيبي. هيما يوسف، معاذ ده نونو 4 ايام فرحان انه بيسمع. معاذ نونو عنده 4 ايام وبيسمعنا، وده اصغر مستمع ل90 90، ربنا يحميه ويحفظه يا رب. حسام خالد بيقولك عايزين نسمع منك واحده يا ولا. حبيبي يا ولا. لا مفيش زيك في الحته دي ايمن، ما ينفعش. وعلى القسم ناس كتيره جدا بتمسي عليك، برضو نقرا عشان ما يزعلوش. لا ده في، بص بقى عشان تعرف ان هم بيردوا هيشلوني انا، والله انا صغيره على كده. بيقولك بقى احنا الاولاد بتوع ثانوي ازهري وعايزينكم تدعوا لنا. طب ده المفروض هم اللي يدعوا لنا. وانا مش فاهمة. ده دعوتهم مستجابه بتاع الازهر. جايين لنا اللي دعي لهم. نورتني وانا مبسوطه جدا. بس اخر حاجه عايز اكلمك فيها بسرعه، انت عملت فيديو جبت ولد، مش انت اللي عامله يعني، انت نزلت فيديو من على السوشيال ميديا، ولد بيلعب زي درامز على علب بلاستيك وكده. وقلت انا عايز الولد ده اللي يعرفه. ليه انت عملت كده؟ انا دايما بشوف حالات زي كده بحس ان انا مكانه. زمان وانا صغير كان جوايا حاجات كتير قوي عايز اطلعها، ما كنتش لاقي الفرصه. فبشوف الناس دي بحس ان انا لو انا قادر اساعده ممكن يبقى حاجه في يوم من الايام. ده واحد بيعمل حاجه كويسه ليه في الموسيقى، لو انا قادر اساعده ليه لا يعني. لو كل واحد فينا شاف حد نفسه يعمل حاجه ساعده، كلنا هنعمل احنا. يا ريت الناس بقى اللي تشوف فيديو لحد كده ما يقولش ايه ده، الله ده عارف يخبط على علب بلاستيك. لا ساعد. يعني ممكن حد يقول ده فعلا موهبه زي ما انت عملت. بالظبط، خليك ايجابي. حتى لو انت مش قادر تساعد ماديا، ساعده معنويا. شجعه بكلمه ممكن تفرق معاه جدا. جدا يعني، ما بيعملش حاجه عيب ولا حاجه حرام، فليه ما نقفش جنبه؟ احسن ينزل يسرق ولا ينزل يشحت ولا ينزل يعمل اي حاجه. صح، انا معاك طبعا. في النهايه كده انت نورتني طبعا، مبسوطه جدا بالحلقه دي، وانا من الناس اللي متابعينك جدا. ده شرف ليا. ربنا يخليك. عايزه منك بقى كلمه لكل المتابعينك والفانز والفولورز اللي بيسمعوك ومستنيين فيديوهاتك بفارغ الصبر. التشاؤم بقى كتير قوي في الميديا اليومين دول. وسط الشعب المصري كله متشائم، بسم الله ما شاء الله، مش لاقي حد متفائل خالص. فانا يا ريت الناس تتفائل شويه، يبقى حاضر. املها في ربنا اكبر مما تتخيل. طبعا. زي ما بقول لك، لو علمتم ونعمة بالله. لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع. فيا ريت نتفائل شويه يا جماعه. ربنا دايما شايلنا الاحسن. بلاش تشاؤم، بلاش ولا على طول على الميديا. طبعا الناس اللي عندي فوق راسي هم اساس اي حاجه انا بعملها، هم اساس وجودي دلوقتي في 90 90. مع فاطمه منورني. ربنا يخليكي. فربنا يوفق جميع يا رب، ويوفق بلدنا ويصلح الحال. امين يا رب. نورتني. مساء الفل عليكم. ان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء وحلقه جديده من الراديو بيضحك على الراديو 90 90. تصبحوا على الف خير.